صارت عين إبل على الخارطة السياحية ودربنا على درب المشي اللبناني. اشتغلنا مع USAID على تحسين درب المشي. من جهة تانية USAID دعم لنا ساحة المهرجانات وقدم لنا طاولات وخيم ومسرح، وعملنا عدة دورات تدريبية لبناء قدرات الشباب والصبايا لحتى يتابعوا عمل هالمشروع هيدا. مشاركتنا مع USAID دورات تدريبية مع البلدية لوضع خطة عمل لتنمية السياحة عنا بالضيعة، خلتنا نحس بالانتماء أكثر لضيعتنا وتنطور قدراتنا وتنقدر نحسن دورة الاقتصادية عنا بالضيعة. نحن كدرب الجبل اللبناني شغلتنا هي نساهم إنه هالضيعة نحطها على خريطة سياحية ونشبكها بشركات متخصصة تجيب سواح على الضيعة معينة. مين بيعرف الضيعة أكثر من أولاد الضيعة؟ نحن منحب ضيعتنا ومنحكي عنها بشغف، وتعلمنا مع USAID نحكي عنها بطريقة علمية. كرمال هيك السيح صار لما يجي لعنا ويحبها على محبتنا وعلى الطريقة العلمية اللي خبرناه عليها، صار يجيب رفقاته معه ليجوا لعنا يزورونا. وهذا الشيء بيعطي مردود مالي للجايد، بيدعمه بهالأيام الصعبة يلي لازم يكون عم يشتغل فيها تيقدر يأمن معيشته. مع التريل صارت الطريق أهين، ما حدا بيضيع، صار في أصلاً بانكارتات كيف بدنا نمشي، صار في محلات نكب فيها زبالة، يعني صارت منظمة أكتر وفي ناس knowledgeable، يعني عندهم معرفة بالأمور التاريخية نمشي معها وننبسط يعني بالمشوار. عنا كتير منتجات عين إبلية، ليه ما بتكون في عنا سوق عين إبل؟ خاصة بهالظروف الاقتصادية الصعبة، مش قادرين نروح ناخد بضاعة ونزق وبغلى بنزين وكل الأشي غالي، فليه نحن ما منعرض أغراضنا هون، واللي حابب يشتري من عنا يجي لعنا لهون. أنا لبناني ساكن برات لبنان، وهالسنة جيت على عين إبل وشفت كان في ميكس بين الهايكينج وبين هالسوق اللي كتير حلو يلي عم بيخلي العالم تجي تتعرف على الضيعة وتشتري قصص من الضيعة معمولة بالضيعة ولكل العالم اللي حوالينا. حتى اللي ما عنده كيوسك بيجي وبيستفيد. أنا بشتغل قد 6 شهور بنهار السوق. ندعيكم كلكم تجوا لعنا على عين إبل، نتعرف عليكم، تتعرفوا علينا، أهلا وسهلا فيكم لأن عين إبل تجمعنا.